أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما Merci. Elle a baisé que le droit d'être maillé dans le colloque. N'est-ce pas que par les invocations